هيا يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ايمان الانصاري. النهارده عامله لكم فيديو عن توتوريال كامل لميك اب تقدري ان انت تستخدميه في المناسبات او في خطوبتك. يا ريت لو انت لسه جديده في القناه ما تنسيش اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك علشان الفيديو يوصل لغيرك. وانا بعتذر لان اول مقطع من الفيديو اتمسح عندي طريقه وضع الفاونديشن اتمسحت في اول مقطع، وانا بعتذر جدا جدا جدا. وياريت تتابعي معايا باقي الفيديو علشان تعرفي التفاصيل، وان شاء الله هنكمل الفيديو من بداية وضع الكونتور والكونسيلر. تابعي معايا باقي الفيديو ويلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا يا بنات احنا حطينا الكونتور والكونسيلر، هبتدي في دمجهم دلوقتي وهنبدأ. انا هستخدم الاسبونج الصغيرة دي عشان اعرف اتحكم فوق منطقة العين لونها لوك. لازم ادمج الكونسيلر كويس جدا. احنا بندمج الكونسيلر قبل الكونتور، والكونتور يدمج في الاخر. دي الطريقة اللي انا بحبها. وعلى شكل خفيف تحت العين. انا دلوقتي خلاص دمجت الكونتور، هستخدم البروش دي، انا بحبها في دمج الكونتور الخدود، وهعمل كده. لفوق حركات دائرية علشان الكونتور يدمج بشكل كويس. زي ما انتوا شايفين دمجناه كويس جدا. هنيجي على المنطقة دي، الخد ده محتاج برضو كونتور، شوية كونتور صغيرين، فانا هزود عشان يبقى زي التاني، بس حاجة بسيطة عشان ما يبقاش فيه اختلاف. قد ايه يا بنات انا بقول لكم انا بحب الكونتور ده، لانه بجد سهل في الدمج وجميل جدا وبيدمج بسهوله مع البشره وما بيبانش انه فيك لو انت حابه ميك اب خفيف وهادي. دلوقتي انا هعمل لها كونتور الانف. بحب استخدم البراش دي اللي هي بتبقى فلات كده، دي كويسة جدا في كونتور الأنف. فأنا هدمج في المكان نفسه علشان اللون ما يتحركش من مكانه.
حركات زي كده. وهجيب برضو شوية كونسيلر من الفاتح، وفي الأنف من هنا أعمل زي نظام تفتيح للنقطة دي، وتاب على خفيف. هاجي بعد كده كله بالسبونج بيوتي بلندر مبلولة، وهدمج كله مع بعضه على خفيف علشان يبان ان الميك اب مفهوش لاينز او خطوط. بعد كده انا هستخدم لها لوس باودر تحت العين، ستيل لوك. لازم اعمل لها بالبلوس باودر منطقة تحت العين الاول على شكل خفيف علشان الخطوط الكونسيلر ما يعملش خطوط، بس ادمج لها طبعا الاول، وبعد كده اكتر لها بقى كمية اللوز باودر علشان الاي شادو ما يقعش تحت ايه جفن العين. لوك الونا. باقي الوش طبعا هعمله زي نظام تاب باللوس باودر علشان اثبت كل اللي انا عملته. عشان ما يبقاش فيه اي دهون من الفاونديشن. ونيجي طبعا هنا على القورة كويس جدا فوق العين. طبعا انا مش هحط اللوز باودر دلوقتي لان انا لسه هحط كونسيلر كبيز للاي شادو علشان يثبت عليه كويس جدا. تمام، اول حاجة بقى هنبدأ فيها تاني بعد خطوة العيون هبدأ لها بالكالبيز للاي شادو. هحط كونسيلر من كاترز برضو كاموفلاج. هعمل لها زي نظام تاب للبيز الاي شادو اللي انا حطيته من كونسيلر كاترس. طبعا بندمج الكونسيلر كويس جدا علشان البيز الاي شادو كبيز يعني عشان يبقى ثابت عليه كويس. بعد كده هستخدم البراش دي تمام علشان احط باودر خفيف. هستخدم باودر كاترس كومباكت باودر اول مات، هستخدمها كبيز للاي شادو يعني كسوري كتثبيت للكونسيلر عشان ما يخططش.
الباليت الاي شادو اللي انا هستخدمها هنا في اللوك ده النهارده، هستخدم اللي انا كلمتكم عليها قبل كده بريتي وومن، هستخدم طبعا باليت اي شادو صيني، وهستخدم اللي هي من مايت سينما اللي انا كلمتكم عليها قبل كده في فيديو، في كذا فيديو، انا هسيب لكم اللينكات في الديسكريبشن بوكس. هستخدم الباليت دي والباليت دي، وهستخدم لون انتقالي من باليت بريتي وومن. تمام، انا هستخدم اللون الانتقالي ده من بريتي وومن. طبعا كل واحد فينا بنات بيدمج بالطريقة اللي هو بيحبها واللي اسهل له واللي تطلع معاه نتيجة كويسة جدا. انا بحب الطريقة دي في الدمج. بعد طبعا يا بنات لما دمجنا اللون البيز من باليت بريتي وومن اللون ده، طبعا انا بس بنضف الاطراف كويس جدا. بفرشة طبعا تكون نظيفة. هستخدم لها يا بنات الباليت دي من مايت سينما زي ما انتوا شايفين، وهستخدم دي كمان. بس الاول طبعا انا هاخد اللون ده كلون برضو انتقالي تاني على قصرة العين، اغمق بيه اللون. هاخده في المنطقة دي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللون بتزوديه سنه بسنه، ما تزوديش مره واحده عشان تقدري تتحكمي في الدرجه بتاعته. طبعا بكون طبعا منضفه الفرشه التانيه اللي معايا دي، وبدمج الاطراف كويس جدا علشان يبقوا كويسين مع بعض وشكلهم طبيعي. هاخد اللون
اللون البني ده وهحطه في الركن الصغير ده من العين، ودمج بسيط جدا بأي فرشة عندك صغيرة. وادمج لبرة وعلى خفيف. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو الاي شادو ظهر وبان من الجناب. زي ما انتوا شايفين يا بنات انا هستخدم لها لون من درجات الزيتي زي ما عرفتكم، بس اول طبعا حاجة هستخدمها من الباليت التانية اللي انا قلت لكم عليها، هاخد الدرجة دي ودرجة الزيتي الشمر دي علشان اعمل لها اللوك ده. هاخد برضو بالبروش اللي هي الرفيعة دي، وهنيجي على اللاين بتاع الرموش من هنا وهحط حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهو حاجة بسيطة كده، وابتدي ان انا ادمج في نفس الخط كأني بعمل خط ايلاينر، علشان الحركة دي بتدي سحبة كويسة جدا للعين وبتدي منظر كويس. هاجي طبعا بفرشة نظيفة تمام وهدمج كل اللي انا عملته ده. هدمجه كويس جدا مع كل الالوان دي علشان يبان في تدريجة مع الالوان وان اللون نظيف وعلى صافي. واسحب اللون لبره عشان يدينا سحبه كويسه للعين.
درجة الألوان اللي أنا عاملها لها دي هتمشي طبعا مع كل الألوان دي اللي هي الكشمير الفاتح والغامق ومع الزيتي، بس أنا طبعا هعمل لها اللي هي حباه، فأنا هعمل لها الدرجة دي الكشمير ده يا بنات. بس طبعا اول حاجه انا لازم اعملها ان انا لازم اعمل لها الكات كريس علشان اللون يثبت اكتر ويبان هو بيجمنت اكتر. فانا هستخدم بفرشه صغيره بفرشه زي دي اللي هعمل بيها الكات كريس. تمام، هعمل لها تاب كده بسيط على المنطقة دي وهسيبه شوية بسيطة بس انه ينشف على جفن العين. هبتدي بقى اخد اللون اللي انا قلتلكوا عليه اللي هو ده اللون الشامر ده وهستخدمه فوق الكونسيلر اللي انا حطيته على طول. بحب احط بصباعي لان البيجمنت بيبقى اقوى واحسن. طبعا انا عشان اللون يبقى قوي شوية فانا هدخل ميكس لون معاه صغير
الدرجة دي اللي هي أغمق شوية علشان يدينا شوية حياة أكتر للون. تمام يا بنات، انا دلوقتي خلاص خلصت كل الالوان اللون الشمر. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب اللون البني ده وهصلح الجناب طبعا بتاعت الاي شادو، وهاخد ميكس بسيط كده من اللون الاسود ده وهصلح اطراف الاي شادو. هجيب طبعا فرشة نظيفة وهنضف الأطراف كويس جدا. وهجيب فرشة فلات زي كده وهاخد لون البني اللي أنا استخدمته في التصحيح close your eyes وهعمله زي كده. كتحديد للكات كريس على خفيف جدا وهبتدي ادمجه برضو. وطبعا يا بنات اوريدي طبعا هنعمل دمج كده بسيط لطرف الاي شادو اللي انا عملته. طبعا انا هحط لها تحت العين درجه لون هي حابه ان هي تستخدمها. اول حاجه هاخد هعمل لها ميكس ما بين الدرجه دي والدرجه دي، فهنشوف دلوقتي هتطلع ايه. انتوا شايفين يا بنات بجد واو، الالوان كويسة جدا وهتنفع طبعا معاكي مناسبة، تنفع معاكي مناسبة كويسة جدا. طبعا باجي بفرشة نظيفة كده وادمج
الالوان اللي انا عملتها. طبعا انا هنضف كل حاجة، هنضف كل حاجة. هستخدم لها طبعا يا بنات بقى ايه اللون الشمر ده اللي انتوا شايفينه ده يا بنات اهو. هستخدمه لها عند دمعة العين كإضاءة. وهنبتدي هنضف لها كل البودر اللي تحت العين. الزيادة وهاخد حتة صغيرة من اللوز بودر على سبونجة زي كده وعمل لها اللاين بتاع العين كتنظيف. وهنشيله على طول. زي ما انتوا شايفين يا بنات اهو العين نطفت من اي اي شادو زيادة. طبعا انا هستخدم لها قلم تشاو كاعمل لها خط لاينر بسيط. close your eyes. ده مش هيبقى واضح قوي لان انا هعمله على اخر الطروف بتاعت الرموش كده. قبل ما احط الماسكارا هديله دمجة بسيطة جدا، هدمجه بالبرش دي. عشان يبقى خط مموه.
انا هستخدم لها ماسكارا اماندا لان الماسكارا دي ناشفه فمش عامله اي حاجه في الرموش. هستخدم لها ماسكارا اماندا ميلانو هتلاش اللي انا كلمتكم عليها قبل كده، هبقى احطها لكم في الديسكريبشن بوكس. بقايا ماسكارا بتستخدمي اي ودان عندك زي كده الونا لوك وبتشيلي اي زيادات الونا نو لوك اي زيادات لما بتبقى ناشفه بتشيليها. وانا بحاول انظف اطراف الاي شادو الونا لوك هتلاقيها اتشالت معاكي بكل سهوله. الخطوة اللي بعد كده طبعا يا بنات انا هعمل لها الحواجب بتاعتها، انا هعملها باودر طبعا. هي زي ما انتوا شايفين حواجبها رفيعة جدا جدا، انا هظبطها لها. هستخدم لها فرشة الحواجب دي، هستخدم لها فرشة الحواجب دي عشان رفيعة. هي طبعا حواجبها رفيعة فانا هحاول ان انا اعمل لها زي كونتور الاول علشان اعمل لها شكل حواجب كويس. بعمل لها الاول كونتور للحاجب نفسه وبعد كده هزود لها باقي الفراغات دي بالباودر علشان الحواجب تبان طبيعية. وهقول لكم اي اخطاء دلوقتي انا هستخدم فيها ايه او هعمل فيها ايه. تمام،
هستخدم لها كحل اللي هو انجريد ده لونه البيج علشان انضف لها تحت الحاجبين. طبعا يا بنات انا هحط لها دلوقتي هايلايتر، هستخدم هايلايتر زبان الاوريجينال. تمام، هستخدم الهايلايتر ده في الكسرة بتاعت العين كهايلايت اضاءة. كم الونة هنا عشان يدينا اضاءة قوية تحت الحاجب. وهحطه في مدمع العين. طبعا انا هستخدم لها الدرجة دي ككونتور للوش باودر. هستخدم هنا على طروف المناخير الجانبية
مظلة هنا فوق كونتور باودر علشان انا ما استخدمتش كونتور كريمي في المنطقة دي، فانا هديه عشان يدفي المنطقة دي ويصغرها، لان منطقة الجبهة عندها عريضة شوية. You love it. طبعا يا بنات انا هستخدم الدرجة دي، هستخدم الدرجة دي من بلاشر اماندا، كلمتكم عنها قبل كده في فيديو، اللي هي 12 على الخدود. بجد قد ايه اللوك ده هينفعك في خطوبة او في مناسبة رايحة فرح او كده. بحب احط على منطقة الانف من هنا وعلى الدقن. هنيجي للخطوة الاخيرة اللي هي الهايلايتر، اهم خطوة في اللوك ده عشان تدي اضاءة كويسة جدا. معرفش انتوا شايفين الاضاءة بتاعت الهايلايت ولا لا، بس انا حطاه قوي جدا. انا المشكلة ان انا ما بصورش برينج لايت، بصور بكاميرا بلمبة مراية مضيئة، فالاضاءة مش هتبقى باينة قوي زي الرينج لايت. وهي على منطقة الجبهة. نيجي بقى للون الروج، انا هستخدم لها درجة هادية لان العيون فاقعة، فانا هستخدم الدرجة، ثواني هقولك عليها. لو انا هستخدم لها درجة فاتحة ممكن يدي يدي، هعمل ميكس الوان ونشوف النتيجة ايه. هستخدم الدرجة دي يا بنات. يس انا هجرب لها الدرجة دي، نفعت تمام، ما نفعتش ما حبيتهاش، هجرب لها الاحمر. يس ميكس ات. انا هعمل ميكس ما بين اللونين ونشوف النتيجة هتطلع ايه. هنا طبعا عندي يا بنات ألونة شفايفها رفيعة، فأنا بحاول أظهر لها الشفايف بأي طريقة علشان اللون يبقى باين وواضح.
بعد ما ننظف نعيد على اللي احنا عملناه ده بالقليل من البودر. اوكي، انا دلوقتي هي مثلا عايزة الروج بتاعها مات، هجيب براش فلات، قصدي فلافي زي كده، وعليها لوز باودر و واتاب على الشفايف علشان يبقى مات. يس. وده يا بنات كان اللوك النهائي، انا هقرب لكم الكاميرا، ده كان اللوك النهائي للميك اب بتاع الونا. فقولوا لي ايه رايكم يا بنات، اللوك ده عجبكم ولا لا؟ الونا شو يس، قولوا لي عجبكم ولا لا، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت ايه رايكم فيه. معظم اللوك ده يا بنات بمنتجات رخيصه انت تقدري عليها، مش شرط ان انت تستخدمي مواد كتيره او غاليه. تمام، ده اللوك يا بنات، فياريت بقى تكتبوا لي في الكومنت ايه رايكم، واستنوني الفيديوهات الجايه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.